سلام يا أبي، أرجو الرد في الاجتماع. حاضر. ليه اليوم اللي زرنا أبونا في البيت أو نصلي كويس من قلبنا ونشغل صلوات في البيت لازم يحصل خناقات ومشاكل والبيت يبقى نار؟ تعبت نفسيا يا أبونا من الموضوع ده. أنا بجاهد في حياتي مع ربنا عشان أعيش مرتاحة، نفسي بيتي يسكنه المسيح ويتملي بالسلام. طبعا ديت مغالطة من الشيطان جايبها في فكرك عشان يخليكي ما تلتزميش بالعلاقة مع ربنا. الكلام ده مش صحيح، الكلام ده مش صحيح. يعني الشيء الطبيعي لو أنا ملازم الصلاة في البيت أو مواظب على الصلاة في البيت وكمان أبونا يجي يبارك لي البيت، أكيد هيقول لنا كلمة ربنا. تحصل خناقات في اليوم ده؟ طب إيه سبب الخناقات؟ أنتوا عارفين إيه؟ الذات، الأنا، الكبرياء. يعني حتى لو جوزك قال لك كلمة صعبة، لو أنت عندك تواضع هتقول له يا حبيبي أنت إيه اللي مضايقك؟ أعمل لك كوباية ليمونادة؟ هيكمل زعيق؟ ولا الشر هينطفي؟ أنت إزاي تزعق لي؟ أنت بتعلي ما تعليش صوتك. لا أنا هعلي ونص. لا ما تعليش صوتك، أنا مش خدام اللي جابه لك. لا أنت الخدام. يبقى الخناقة اللي جابها الذات ولا اللي جابها الشيطان ولا زيارة أبونا اللي جابتها؟ لازم نواجه نفسنا يا أحبائي، نواجه نفسنا بالحقيقة. بيقول سؤال محيرني يا أبي، لو إن أي كاهن أرى لي التحليل قبل التناول تتغفر خطيئتي اللي لسه ما اعترفتش بيها؟ تتغفر ولا ما تتغفرش؟ ده طبعا تتغفر. بأنهي أمارة تتغفر؟ الكتاب واضح في ديت جدا جدا وقال إن اعترفتم بخطاياكم فهو أمين وعادل حتى يغفرها لكم. إذا اعترفنا، طب ما اعترفناش؟ يقول كده من يكتم خطاياه هذا لا ينجح. انت كل واحد فينا، انت وانت لينا اب اعتراف مثلا، فانا بقول اب اعتراف بيديني حل اتناول لغايه ما اقابله خلاص. طب اطلب ليه ابونا يرى لي التحليل عشان اتناول؟ طب ما اوريدي في اتنين تحليل بيتقلوا في الكنيسه قبل التناول، تحليل باكر في رفع فور باكر بيتقلي تحليل لكل الشعب، وتحليل الخدام يعني قبل ما الرسائل تبدا والانجيل والعظه والحاجات في تحليل الخدام بيتقال. ده ايه التحليل ده؟ عشان اللي بقاله يعني اللي لسه ما جاش معاده مع اب اعترافه وفي ضعفات او خطايا تتغفر مؤقتا لغايه ما يقابل اب اعترافه. في قاعده في اللغه العربيه تقول بحسبما سيكون اكيد. يعني المسيح لما جه ادانا جسده ودمه يوم خميس العهد، وهو اللي قاعد، ازاي ادانا جسده ودمه وهو لسه ما صلبش؟ بحسبما سيكون اكيد. ان هذا الجسد انا بدي لكم مقدمه لانه هيتصلب بكره الجمعه، الجمعه العظيمه. بحسبما سيكون اكيد، دي قاعده في اللغه العربيه. فالانسان بيستفيد بالتحاليل بتاعت القداس على اساس انه اكيد هيعترف بخطاياه على اب اعترافه، فمش محتاج ابونا تعالى ابونا اقرا لي التحليل وكده خلاص تتغفر الخطايا. لا.